دائما هاجس، ما اقولش هاجس، هو فكره الاعتزال دائما تراودني من حين لاخر يعني. ودائما كان بزاف ديال الناس اللي هما الناس المحبين اللي كان نقول لهم موضوع الاعتزال زي ما تعجبهمش الحال، نقول لي انتم مازال خصكم تكملي. لكن دائما هذه من 10 سنين تنقول بان لا، دائما الموهبه والاشياء كل شيء عنده عمر افتراضي، وكل شيء مع الى زوال، احنا كلنا الى زوال. لكن دائما فاش نفكر في هذه الموضوعات نقول ماذا يمكن ان افعل فيما بعد، شنو هو البديل في حياتي باش ما نوقعش في الموضوع. تعرفوا اي فنان من الصعب جدا انه ياخذ قرار بحال هكا، لانه تعود على الاضواء وعلى الفن وعلى الابتكار وعلى الابداع وعلى 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 الناس وعلى الاشياء، باش يفكر في الموضوع هذا يمكن يكون صعب، قرار صعب جدا. لكن هو وارد ولازم اي حد كي تقولوا لا كيسو تاعك سيد عنده رجليه في الارض ومتوازن، يفكر انه في يوم من الايام لابد غادي يجي ذاك النهار وغادي يجي الوقت المناسب انه لازم ناخذ هذا القرار. لكن باش ناخذ هذا القرار هذا لازم يكون كذلك عندي واحد بديل باش ما نبقاش في الحياه الصعبه.